الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. توجه السفير السعودي وليد البخاري إلى الرياض بهدف يعني في زيارة عائلية كما أشيع، ولكن أيضا للمشاركة في اجتماع مع السيد نزار العلولة والسيد جان إيف لودريان حول الملف الرئاسي اللبناني، بالانتظار اليوم في الداخل اللبناني عناوين تؤشر إلى التأخير في عملية الاستحقاق الرئاسي بعد الكلام عن أنه شهر تشرين سيحمل الدخان أبيض. اليوم ضيفي، أهلا وسهلا فيك أستاذ ملحم رياشة، عضو تكتل الجمهورية الأوية، النائب ملحم رياشة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لأليك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. رح نحكي طبعا معك، بنعرف أنه حضرتك فاعل جدا بالملف الرئاسي، بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية. بالملف الرئاسي بالعلاقة مع أكيد. يعني أنه كله بيودي على الملف الرئاسي، كله بيودي على النهر. صح، ولكن أيضا في عندك عدة قوانين طرحتها بالأيام الماضية، لسيما عن الزواج المدني الاختياري رح نحكي فيها، رح نحكي عن استحقاقات مقبلة أيضا. بدءا من اليوم جديد، إذا بدك الأخبار، لأنه كل يوم في شيء جديد عنه. جديد هاي الأخبار أنه توجه السفير البخاري إلى الرياض وفي اجتماع قبل عودة لودريان. شو عندكم معلومات عن هذا الموضوع؟ وهل تعتقد فعلا أنه دخل الملف الرئاسي إلى مرحلة مثل ما بنقول على نار حامية؟ يعني في مؤشرات إيجابية؟ عن زيارة السفير البخاري للمملكة ما عندي معلومات، بس بتصور الملف الرئاسي دخل مرحلة حامية أكيد بعد زيارة لودريان للبنان. واللي قاله مبارح لودريان بالإعلام يعني كمان بيأشر أنه دخلنا مرحلة أساسية بإنجاز الملف الرئاسي. قد تكون مفترق خطر إذا ما قدرنا أنجزنا الملف الرئاسي. شو يعني؟ يعني نحن البلد مثل ما بيقولوا على أيامه، خصوصا يعني في استحقاقات كتير كبيرة على البلد، وفي وضع اقتصادي شبه مشلول أو مشلول بشكل نهائي. الوضع المالي سيء، يعني مثل ما كل الناس بتعرف شو وضعنا، وعلى أبواب مدارس، وفتنا بالمشروع المدارس، هلأ فتنا بكتير إشياء. الناس عم تجرب ترتب حالة بالتي هي أحسن، بس أكيد في ناس كتير بعد ما رجعت على المدرسة ومعجنها مثل ما بيقول العصر الرحباني عم بتصرخ من الجوع يعني. قدام هيدا الواقع نحن عنا مفترق أساسي هو البحث عن خيار ثالث بين مرشحنا ومرشح الممانعة، لأنه لا مرشحنا قادرين نوصله ولا هن قادرين يوصلوا مرشحون. في تعادل سلبي بمجلس النواب، مشان هيك لازم يكون في بحث حقيقي عن خيار ثالث يتقاطعوا عليه اللبنانيين كلهم سوا للوصول إلى رئيس جمهورية. نعم. طالما في تمسك منا ومنهم بالواقع الحالي، واقع الحال رح يضل على ما هو عليه. طالما في تمسك منا ومنهم يعني، بس انتم يعني معنيين بهذه الازمه طبعاً بشكل طبعاً مباشر، انه انتم كمان مش عم تقبلوا تروحوا لنص الطريق؟ لا، نحن الحكي مع لودريان كان ايجابي. وانه متجاوبين نحن انه بنروح على خيار ثالث. طبعا اكيد. طيب، الذهاب الى خيار ثالث، امبارح كمان يعني سمعنا لودريان يلي اذا بدك نعى رسميا المبادره الفرنسيه الاولى، وكانه خلص خلينا نعترف كلنا انه سليمان فرنجية وجهاد أزعور ما عندهم حظوظ للرئاسة، وخلينا نروح نفتش على خيار ثالث. كان في فكرة الحوار يلي كمان أخذت جدل. مبارح الرئيس بري من يومين بيقول أنا ما بقى عندي مبادرة، أنا حاولت. بس الذهاب إلى الخيار الثالث أستاذ ملحم بده طريق، يعني بده هيدا الباس. شو هو؟ يعني هن اعتقدوا انه الحوار هو الباس على الخيار. في وجهة نظر عند الرئيس بري بتعتقد انه الحوار، طاولة الحوار هي ممكن تاخذنا الى خيار ثالث. نحن وجهة النظر اللي عندنا بتعتقد انه الحوارات الثنائية ممكن تاخذنا الى خيار ثالث، او تقاطع ما بيننا وبينهم على اسم ثالث، حتى ممكن بقلب الانتخاب، بقلب جلسات الانتخاب على الطريقة الامريكية او الكونكلاف الفاتيكاني، يعني بيخذنا على خيار الثالث. عشان هيك كانت دعوتنا نحن لانتخاب رئيس جمهورية. نعم. يعني بجلسات متتالية وفتح الدورة يعني. نعم. وما بينهما بيصير قصدك حوار ومشاورات. بيصير حوار. لا هيدي مشيت ولا هيديك مشيت.
يعني التدخل الأجنبي بالمعنى الإيجابي للكلمة مش بمعنى اللاسيادي للكلمة، بتصور بيعطي ممكن إفادة أكتر للبنانيين. والدليل أنه اللي عم بيصير من القطري ومن الفرنسي ومن يعني خلينا نسميها من الخماسية، اللجنة الخماسية، ممكن يقرب وجهات النظر أكثر وأكثر باتجاه انتخاب رئيس جمهورية. طيب اليوم في قراءتين، قراءة بتقول أنه نحن عنا انتخاب رئيس بتشرين لأنه مثل ما قلت حضرتك الوضع ما بقى يحمل، ومثل أكثر من مرجع سياسي عم بيقولوا خلص وصل الملف لنهايته ما بقى إلا الإخراج، يعني نتفق على مين هو هذا الخيار الثالث والإخراج، الاتفاق بين القوى السياسية. وفي قراءة تانية اليوم بدأنا نراها بالصحف أنه مطولة، أنه أزمة مفتوحة. أنا بدي أسمع رأيك بهذا الموضوع. هلأ إذا بدك هيدا قراءات كلها العلاقة بالتبصير، يعني بالأخير الجهد السياسي اللي بده ينحط بيقدر يوصل لخيار ثالث. إذا ما نحط جهد حقيقي لهيدا الموضوع وصار في تجاوب مع المبادرة الدولية ما فينا نوصل لخيار ثالث يعني. وممكن تكون الموضوع مفتوح على كل عهد المجلس النواب الحالي، مش ضروري شهر وشهرين، بس كل عهد مجلس النواب الحالي، يعني تحلل لبنان ونهاية لبنان يلي منعرفه. هالقد في خطر برأيي ومفترق طرق كبير وجودي وكياني على لبنان. طيب. يعني البحث بده يصير بعدين، ما بعود البحث برئيس الجمهورية، بده يصير البحث بالجمهورية مثل ما بيقول صديقنا نزار يونس. نعم، في إدراك لهذه الحقيقة؟ في إدراك من القوى السياسية منكم أولا لحتى أكيد نحن على طول لحتى أنتم تتساهلوا على طول بحذر من هيدا الخطر يعني. طيب ومشان هيك على طول بيدعي لجلسات متتالية فورا لانتخاب رئيس، واللي بيربح بنقول له مبروك. طيب الجلسات بحاجة إلى تقاطع على اسم بالخيار الثالث. بالخيار الثالث هيك هلا بالخيار القائم حاليا جلسات مفتوحة بين جهاد أزعور وسليمان الفرنجية، واللي بيربح بيكون ربح. هيدي ما بعتقد حتمشي يعني. بالخيار الثالث بده يصير في اتفاق على اسم. كيف؟ أو تقاطع على اسم يعني. كيف منا يعني الاتفاق كيف بيصير؟ مثلا هل موفد القطري اليوم؟ موفد القطري ممكن يحقق خرق بهذا الموضوع، بس ما بعتقد من أول دورة بده يعمل له دورة كذا جولة. كذا جولة. حتى في ناس عم بيقولوا انه حتى هو ما قدر هلا عمل ارضيه، يعني بعده لهلا كثير بالبدايه لا يرجع الوزير الخليفي او لحتى يجي لودريان ويفل، يعني بدنا نعرف منك. ما عندي معلومات شو قدر عمل شو ما قدر عمل، بس بعرف انه الزلمه عم بيشتغل مع كل القوى ويستعين على قضاء حاجته بالكتمان. ما عندي معلومات، انا مني مشارك باللقاءات اللي عم بتتم معه، بس بعرف انه جد كتير الشغل بإيصال رئيس الجمهورية. هو شاف الدكتور سمير جعجع. أي؟ شافه. أي؟ وجرى النقاش كما تم تسريب يعني. ما عندي معلومات صراحة. بأربع أسماء. طب شو بدي بلقائه مع دكتور جعجع؟ هو اليوم في كلام عن انه مش بس في اسم واحد، لانه كلنا بنعرف بالبداية كانت المبادرة القطرية تحمل اسم واحد هو قائد الجيش جوزيف عون، اليوم في كلام انه في اسماء اخرى. بدي أسمع رأيكم كقوات لبنانية من هذه اللائحة. نحن بالعلن ما منقول رأينا بالأسماء، أكيد بنكون بلغناهم للمرجع يعني اللي عم الموفد يلي عم بيتابع. الاسم الوحيد اللي رأينا أوريدي من قال من زمان فيه هو قائد الجيش، يعني بين الأسماء المتقاطعة هاي كلمة دارجة هالأيام. نعم. بس الأسماء الثانية قصدك أنه أنتوا ما عندكم مشكلة مع قائد الجيش؟ ما عندنا مشكلة، بس الأسماء الثانية كمان ما عندنا مشكلة معها يعني، بس فيهم الخير والبركة، بس ما رح أقول رأيي يعني أنه بنمشي بفلان وما بنمشي بفليتين. هيدا رأي لحرق الأسماء أكثر من هو للاستثمار فيها أو الاستفادة منها بمشروع رئيس الجمهورية. بقى خلينا نتجاوز الأسماء أنا وياكي ونروح على المضمون الأساسي أو المحتوى الأساسي لتحضير وعاء كامل لوصول رئيس جمهورية للبنان. واليوم القطري هو الذي يقوم بهذه المهمة. القطري والفرنسي يعني اثنين مشكورين. الفرنسي الجهد اللي عم بيقوم فيه منه قليل، بس كمان بعده يعني بعد ما وصل للمطرح المناسب. أنا برأيي يمكن يكون في بعد حاجة لدور أمريكي إيراني
للوصول للرئيس القطري ممكن كمان يساهم بلعب هيدا الدور. تماما، كرمال هيك اليوم اللي عم يحكي عن تأخير عم بيحكي عن تأخير إقليمي مش داخلي، يعني حتى برا أنه بعدها ما استمر داخلي حاصل التأخير، داخلي معنا وقتنا، نحن مرتاحين لوقتنا ما عندنا شيء رواق، ما عندنا شيء رواق، ما عندنا مشاكل أبدا، مرتاحين كتير. بس الإقليمي أكيد بده يشتغل، بيعمل حساباته مش على حساباتنا، يعني بيعمل حساباته على مصالحه يعني، وعلى ما يتلائم مع توقيت يتناسب مع هيدي الحسابات. لحد هلأ ما شفت أنا في توقيت مناسب، مع أنه نحن عمليا هلأ وجديا نحن مؤخرين كتير يعني على أنجاز الاستحقاق الرئاسي، بس الحسابات الدولية قد تأتي مواقيتها بحسب حساباتها هي مش حساباتنا نحن. ولكن أنا بعتقد أنه دور أمريكي إيراني أساسي بإنجاز التقاطع لبناني على رئيس جمهورية. حصل ولا بعد ما حصل عم تقول؟ بعدنا بحاجة. القطري بتصور بده يلعبه. كان عم يلعب كمراقب يعني. مش إنه صاحب موقف، هيدا ما بده موقف، هيدا عم نشرح واقع الحال. صح. للأسف يعني وقت حكيت عن حياد لبنان أنا دعيت أكثر من دولة خصوصا الفاتيكان إنه يلعبوا دور مع إيران. مثل ما مترنيخ بالزمان لعب دور مع السلطنة العثمانية، لأنه إذا ما في دور مع الأطراف المعنيين بتحقيق مشروع مثل حياد لبنان ما فيك تحقيق، ومشروع رئاسة الجمهورية ذات شيء. هلا بدي أحكي أنا وياك عن الفاتيكان، لأنه كمان يعني بس نقول ملحم رياشي منقول كمان أنه هو في جانب منه مطلع على كواليس الفاتيكان، ويبدو انه اليوم ملف لبنان موجود وحاضر بحرق بقوه بالفاتيكان بقوه. وهلا مش من زمان كان في لقاء البابا مع الرئيس الفرنسي، وهلا بنحكي فيه. بس لنخلص من موضوع اللجنه الخماسيه اللي كمان كان في كلام قبل انه قطر عم تتولى المفاوضات مع ايران، يعني مع بين اللجنه الخماسيه وايران، وفي كلام انه عندما تحدثنا عن نضوج الملف الرئاسي على اساس انه مش الحال. امبارح وليد جنبلاط كان كلامه كتير ملفت عندما قال انه ليش الفرنسيين بدهم يعطوا رئيس لبناني للامريكيين، وليش السعوديين بدها تعطي ورقه لقطر بالملف اللبناني، انه دخول قطر على الملف اللبناني. الى اي مدى يحاكي هذا الكلام واقع الحال بتوازن القوى بالخماسيه برايك؟ فيها وجهه نظر، بس بعتقد انه يعني مصالح المملكة ومصالح الولايات المتحدة كمان مش متوازنة، مش متوازية مع مصالح فرنسا وقطر. يعني ممكن يلعبوا بعضهم أدوار أو يتفقوا على أدوار، وهذا اللي عم بيصير يعني. هذا اللي عم بيصير يعني عم تقول ما في خلافات. دور القطري، دور القطري لحد معلوماتي منه عم بيصير بدون موافقة سعودية. وبالتالي والدور الفرنسي مش بدون موافقة أمريكية. بس كل شيء آخر شيء بيوصل على مطرح لازم يكون في اجتماع على موافقة واحدة. نعم. طيب اللجنة الخماسية، يعني تخيل رئاسة الجمهورية اللبنانية، لبنان هالدولة الصغيرة الكتكوتة يعني، ليك قديش في دول عظمى ودول كبرى ودول وسطى عم تتدخل وما عم تنجح لتنجز استحقاق الرئاسي معنا. ليه؟ طب خلينا معلش خلينا نحكي، لأنه هلا بنحكي ليه ربطا بموازين القوى اللبنانية وربطا بكلامك اللي كان سابق عن مشروع حياد اللبناني اللي هو رح يجنبه هذا الصراع. لأنه مشروع، لأنه تركيبة اليوم أو معادلة الفريقين القائمين بلبنان تؤكد على وجهتين نظر متباعدتين جدا بمشروع جمهورية لبنان. اي مشروع، اي لبنان نريد اللي كان يطرحه الشيخ بيير جميل الجد، اليوم مطروح بقوه وبشكل حاد. اي لبنان نريد؟ لبنان ساحه قتال، ساحه حرب، مثل ما كان يقول وليد جنبلاط، هانوي او هونغ كونغ، لبنان هونغ كونغ او لبنان هانوي. لا لبنان هونغ كونغ ولا لبنان هانوي، انا برايي لازم يكون لبنان دوله محايده عندها رسالة أساسية محايدة بمنطق النمساوي مش بالمنطق السويسري، لصالح إذا بدك بناء علاقات مع هي، يعني تكون الخماسية عم تجتمع بلبنان بس مش لغرض لبناني. نعم. عرفتي شو قصدي؟ نعم. يعني تكون في وزارة حوار بلبنان عم تجمع كل العالم بلبنان، مكان الملتقى يعني 100%. بينما اليوم إذا بتشوفي المشهد اللي عم يركب بالمنطقة من الهند ومن الصين باتجاه الشرق الأوسط على خطين متوازيين ومتقاطعين خصوصا بإسرائيل،
شو عم بيصير؟ عم بيصير عم بيمشي قطار الحجاز، الاسم التاريخي ل اليوتيرن يعني تبع المنطقة، بده يمشي من طهران ليوصل للحجاز مرورا بإسرائيل ومرورا ما بعرف إذا مرورا بفلسطين بين مزدوجين يعني، الله يساعدهم على العلقة العلقانينة، ومرورا بسوريا ومرورا بتركيا وصولا للحجاز، ولكن مش بالضرورة مرورا بلبنان. يعني لبنان قد يتحول بفضل الواقع الحالي اللي هو فيه إلى مكب نفايات المنطقة، كل بيت بده مزبلة. أنا خايف كتير إنه المتوسط، شرق المتوسط يصير لبنان مزبلته، كل واحد بده يعمل له حرب، يعمل له شغلة، يعمل عنده قضية هيك هيولية أو خيالية شوي فوق اللزوم بيبعتوه على لبنان ليحققها فينا وبشعبنا وبدمياتنا. مثل مين يعني قصدك؟ مثل عم بيصير مخيم عين الحلوة. مثل عم بيصير مخيم عين الحلوة، عم بيصير شيء كتير خطير وشيء كتير مش مقبول. وبعدين إسرائيل هلأ بتنفي قيادات فلسطينية، بتنفيها لوين؟ على لبنان. بكرة يمكن حتى فلسطينيين من الضفة، وهلأ بلشوا من الضفة ينفون على لبنان، لأنه المشروع الإسرائيلي بعده قائم ومستمر ديموغرافيا وجغرافيا، والمشروع اللبناني لا قائم ولا مستمر ولا عارف شو بده. هيدا شو بيستدعي؟ ما بيستدعي منكم حوار مع حزب الله؟ هيدا هيدا بيستدعي اكثر من حوار، بيستدعي انتظام الدوله برئاسه جمهوريه تدعو الى طاوله حوار لمناقشه بالعمق اي لبنان نريد، لبنان حياد، لبنان اتحاد، لبنان مواجهه، لبنان رساله مثل ما وصفه يوحنا بولس الثاني. بس هيدا بده انتظام، مين بده يدير هاللعبه هيدي؟ بدها دوله تديرها، بدها رئيس جمهوريه يديرها. نحن منا سلبيين بالنظرة إلى الحوار، بس نحن عم نحكي بتوقيت الأشياء. بدل ما يكون حوار على رئيس فليكن رئيس، ورئيس ينتج حوار، لا مانع من أنا ذلك. مش عم بحكي على مسألة الحوار هلأ بموضوع الرئاسي، أنا عم بحكي عن أكبر من هيك. أنا عم بحكي عن التقاء ونقاش حقيقي بينكم وبين حزب الله، لأنه نحن هلأ بالبلد عنا إذا بدك أكثر نقيدين، إذا بدك هني اللي هني الأقوى، اللي هني حزب الله والقوات اللبنانية. يعني ما بعتقد في اقوى من هول الحزبين كنقيدين اليوم بالسياسه. عم بالسياسه، بس اذا بدك القوه تنكون واقعيين بالسياسه، ايه متفاوت جدا. نحن ما عنا هلا هن بيقولوا انه انتم مش هينين كمان بالعسكر، هن هيك لا بيقولوا. نحن عنا شباب عنده عصب، انه مستعدين. نحن يعني شباب عنده عصب، بس لا عنا اسلحه ولا عنا ترسانه عسكريه ولا مجهزين. هلا هن بيقولوا انه انتم عندكم حد متوسط من التجهيز انه لحتى. ابدا 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 مش مزبوط ابدا. طيب بس انتم بالسياسه، انا عم كنت مش مزبوط ابدا. نحن عندنا الجيش اللبناني، تكون دقيق بهذا الكلام. انا بحكي بالسياسه، انتم كنقيدين اليوم عم تقولوا انه احنا لبنان على مفترق طرق، هذا بيستدعي انه نقاش مع الحزب، لانه الحزب موجود. بيستدعي اكثر من نقاش مع الحزب، بيستدعي نقاش مع كل اللبنانيين، ولكن توقيت النقاش يحتاج قلت لك الى ضابط ايقاعه رئيس جمهوريه. اوكي، رئيس جمهورية، رئيس جمهورية ميشيل عون لو عمل طرح استراتيجية دفاعية خلال 6 سنين ما طرحها. نعم. لو عمل طاولة حوار كنا رح نكون أول الحاضرين عليها. وعمل طاولة حوار اقتصادية وما كان الحكيم حابب يحضر ورجع حضر وعطى النتائج سلفا قبل، إذا بتتذكري قبل. هذا اللي كنت بدي أقلك إياه، إنه صارت وما كنتوا كتير مرحبين فيها. رحنا عليها، رحنا عليها بأيلول قبل تشرين. اللي صارت قبل ثورة 17 تشرين. نعم. واللي صار من بعدها حذر الحكيم من اللي وضع رايحين عليه على طاولة الحوار ببعبده. نعم. بس اليوم بدنا نحذر من شيء أخطر من هيك، لأنه عن جد بين اللاجئين وبين وضع المتفلت بلبنان في وضع خطر بلبنان لازم يستدعي انتخاب رئيس بسرعة. أوكي، هيك إذا بدي اختصرها، مع أنه هي بعرف لا تختصر، رح نشوف انتخاب رئيس جمهورية بتشرين برأي ملحم رياشي بحسب مقاربته للأمور ومتابعته للمستجدات السياسية. شوفي، بحسب ما ماشي الأمور أنا متفائل. متفائل. وليش عم بعرض لك هالجو السوداوي كله سوا؟ لأنه هذا الجو السوداوي حيكون مكلف على الكل إذا حصل. بس أنا متفائل كمان لأسباب لها علاقة بإنتاج الغاز بدول المتوسط، يعني بالقل المستماشي من سوريا وصولا إلى ليبيا. نعم. هيدي دول إن شاء الله لبنان يكون
كمان جزء منه وعلى الأرجح هو هيك عائمة على ثروات نفطية وغازية كبيرة. هيدا سيستدعي انتظام الإيقاع السياسي، لأنه ما حدا يغلبت أنه في الجيوسياسي جيو اقتصاد يتقدم على جيوسياسي. إذا في فشل بالسياسة مستحيل يكون في نجاح بالاقتصاد، مستحيل. مثل البعض اللي عم بيراهنوا أنه ممكن نعمل حل هلأ هيك من دون ما نلاقي حل للقصة الفلسطينية بالمنطقة، أنا بعتقد هيدي بتفجر المنطقة، ما بتساعد باستقرار المنطقة. طيب قبل ما ننتقل لموضوع الزواج المدني، الفاتيكا كنت عم تقول انه الملف اللبناني حاضر، كان في كلام انه بالتوازي مع اجتماع اللجنه الخماسيه كان في حراك جد بالفاتيكان عم بيصير ربطا بالملف اللبناني، وهلا اللقاء مع الرئيس الفرنسي. إيه؟ شو جديد الفاتيكان؟ نحن رحنا رفيقي توني حبشي وانا قبلنا الكاردينال بارولين اللي هو اذا بدك الرئيس السياسي للفاتيكان، هو وزير خارجية الفاتيكان، هو اللي بيشتغل سياسي بالفاتيكان. وكان جو تجاه لبنان إصرار كامل على إسراع بالانتخاب رئيس جمهورية، وصولا إلى إعادة طرح دور لبنان على بساط البحث، خوفا من اللجوء المكثف يلي عم بيصير على لبنان، خوفا من الهجرة يلي عم بتتم، الهجرة من لبنان، من شباب لبنان للخارج، أو التهجير القسري اللي عم بيسببه الاقتصاد. نعم. والفقر بلبنان. كل هيدي الأسباب الفاتيكان واعي لها وجاهز لها، وبده يعمل حل مع ماكرون ومع الكل، مع الولايات المتحدة. يعني وعدنا باتصالات مع الأمريكيين وحتى مع الإيرانيين من شان حل مشكلة لبنان. بس هلأ من يومين كان في لقاء، يعني هلأ هل في حراك فاتيكاني أو دبلوماسية فاتيكانية ترافق اللجنة الخماسية؟ لأنه ما عندي فكرة إذا هلأ يعني اللقاء مع ماكرون، نحن توصلنا الخبر بتأخر بده وقت شوي، مش إنه مثل بس إنه لقاءه مع ماكرون، لأنه بس كمان بعتقد ملف لبنان حاضر بذهن البابا فرانسيس، ودور البابا دور أساسي ودور بوستر، يعني دور دافع جدا باتجاه التحقيق الرئاسي اللبناني. نعم، أنا عم بسألك لأنه بالإجمال كان في كلام عن عدم رضا فاتيكاني عن المبادرة الفرنسية، لأنه اعتبروها أنه هي صح. تحدي صح، بالبداية كان في عدم رضا، خصوصا أنه اجت المبادرة طارحة رئيس من فريق ورئيس حكومي من فريق تاني. المبادرة ما كانت هيك أحادية يعني، بس طريقة طرحها لقت ارتداد سلبي. ليش؟ لأنه الرئيس إجمالا ولايته بتكون ثابتة، رئيس الحكومة ولايته مش ثابتة، والدليل اللي صار بالعهد السابق. نعم. يعني مع الرئيس الحريري والرئيس عون. نعم. مشان هيك طلبوا من الرئيس ماكرون تعديلها أكثر من مرة. يعني الفاتيكان طلب من الرئيس ماكرون تعديل مبادرته اكثر من مره. ايه اكيد اكيد، واشتغل على هيدا الموضوع. ما اشتغل، وين اشتغل؟ الفاتيكان اشتغل على الفاتيكان اشتغل، بس الرئيس ماكرون قصدي ملبى الدعوه. امبارح يعني ايف لودريان قال روحوا على خيار تاني. ايه شو يعني روحوا على خيار تاني؟ صرنا سنه بفراغ قصدي. ايه طيب، شو صرنا يعني الثنائي اليوم بلبنان كان صار له سنه متكلين على المبادره الفرنسيه بصمودهم مع نحن الوضع الفرنسية. مرتاح لدرجه انه اخذين وقتنا. ايه. ما في شيء، ما في قول. طيب، على أمل أنه نوصل بشهر تشرين لتقاطع برأيك مع القوى السياسية على اسم رئيس جمهورية، ومن بعدها بتبلش ورشة. بدي أحكي شوي عن الزواج المدني، لأنه في كتير قوانين اليوم تطرح على اعتبار أنه هي رح تكون ورشة، أنه العهد الجديد في حال كان تقاطع بين كل القوى السياسية بدعم دولي رح يكون عهد جيد، عهد منتج. ايه منتج على صعيد القوانين التشريع، ومنتج على صعيد الاستثمار والاقتصاد طبعا. والاقتصاد كقوانين. هلا بعد شوي كمان بدي اروح عند قطر لما تحدث عن آليات دستورية يجب ان تتغير كرمال ما بقى نوقع بفراغ رئاسي، هلا بنحكي فيها بعدين. بس الزواج المدني الاختياري قامت الايام عليك بعتقد، صح؟ لا بالعكس، كان في كتير تجاوب ابدا كلي يعني مع الخيار. هو صار في لانه انطرح القانون بوقت كان عم ينحكى بمشاريع قوانين لها علاقه بالمثليه، مشان هيك صار في اختلاط ببعض الاذهان.
بس لا طرحته جورج عقاس وانا لمشروع الزواج المدني الاختياري، وكان في تجاوب كامل من كل الاطراف، لانه طرحني اول شيء اختياري، ثاني شيء منعا ل انه الشباب اللبناني يروح يسافر لبرا ويتزوج برا، ياخذ خياره بالزواج المدني برات لبنان، منه مجبور فيه يعمله باي بلديه بلبنان، شرط اللي حطيناه ممكن يتعدل بالهيئه العامه، بس الشرط اللي حطيناه انه بلديه لا يقل مجلسها عن 15 عضو، تكون بلديه ممثله. واي حتى غير لبناني في يتزوج بلبنان زواج مدني اختياري، طرحناه اختياري احتراما للاديان واحتراما للمؤسسات الدينيه وايمان الناس وقناعاتهم الشخصيه يعني والخاصه، مشان هيك ما كان ملزم ولا الزامي، بس بذات الوقت يعني لزوم اساسي للبنانيين يلي ما بدهم يتزوجوا زواج كنسي او زواج شرعي. نعم. حقهم يتزوجوا زواج اختياري بكل البلديات. بكل البلديات اللي بتتجاوز اعضائها 15 عضو. يعني يعني بالبلديات بالمناطق كل مناطق على اختلاف مذاهبها يعني. اي بلديه من بلديات لبنان يعني مثلا انتوا لحالكم انت وجورج عقاس يعني قدمتوا القوات اللبنانيه باسم تكتل القوات اللبنانيه. ايه ايه قصدي انه هلا حكيتوا مع باقي القوى السياسيه؟ لا اليوم هلا مش وقتها. قدمنا المشروع تنحطه على جدول الاعمال لانه ما في هلا جلسات تشريع، بس اكيد رح نتواصل مع كل القوى السياسيه لانه هيدا سهل، يفترض انه يكون سهل تمريقه. ايه برايك؟ ليش بده يكون صعب؟ اذا في شباب لبناني، نحن كنواب شو شغلتنا؟ نمثل الناس مش اول مره بينطرح معنا وكاله عن الناس، وكل مره كان يعمل مشكل. اليوم لقينا حل، لقينا حل عملي وعملاني انه البلديه هي بتقوم بهالمراسم وبتسجله، بتعمل حطينا فتنا بتفاصيل دقيقه حتى وصولا لفسخ الزواج. يعني قانون متكامل عاملينه. البلديات هي اللي بتقوم بهيدي المهمة، ومنشان هيك رح يكون تطبيق القانون أو المراسيم التطبيقية تبعه اوريدي موجودة وسهل تطبيقه، مشان هيك هالمرة مختلفة عن المرات التانية. هو رئيس البلدية هو اللي رئيس البلدية أو من يمثله بيلبس البيروكا تبع القاضي الفرنساوي وبيكلل. تخيلي مثلا أسعد رياشي بالخنشارة حاطط بيروكا على راسه لابس الروب. ايه انا عم بتخيل ليش هالقد حاسس الموضوع سهل، لانه كل مره كان ينطرح لأنه حتى منه زواج المدني لانه مضاد، منه مضاد لخيارات الاخرين، بس عم يعطي حريه للناس يلي عندهم هالخيار يعني وبدهم يعملوا. كنت عم تقلي انه اخذ جدل لانه ترافق مع العريضه يلي توقعت لالغاء القانون الذي يجرم المثليه الجنسيه. حضرتك شو رأيك بهذا القصة؟ أنا ضد تجريمه، بس أنا كنت ضد إلغاء القانون. أنا شخصيا كنت بعتمد أنه رسوم يعني مبالغ مالية، غرامات مالية على اللي بالشارع أو بأي مطرح عام عم بيمارس يعني ما يخالف الأداب العامة. المثلي ولا كله؟ يعني قصدي بس للمثليين ولا كل يعني إجمالاً؟ لأنه من يخل بالأداب العامة في يكون أي شخص، انه مش ضروري. هلا اذا واحد غامر وحده على الطريق ممكن يقولوا له عم بخل بالاداب العامه، ما بصير التفسير مطاط. انا برايي اي شخص يعني مثل المثليين وغيره، اي شخص بهيك حالي اذا شوهد باماكن عامه، ويعني ما فيك مثلا اولاد صغار مارقين ويكون في هيك مشهد، هيدا بيدفع غرامه، ليش بده يفوت على الحبس؟ بس مش بتلغي الماده وكانك عم تشرعي المثليه. هيدي فيها جدل، هي المادة سجن حتى عنا نحن في السجن، سجن لمدة سنة طبعا. ايه بس انت مع الغاء السجن؟ انا مع الغاء السجن مع وضع غرامات، بس بحياته الخاصة كل واحد حر يعمل اللي بده اياه، بالحياة العامة وبالشارع وين ما كان لا يسمحوا لي فيها. انا ضد التشريع مثل ما ضد التجريم. ما بدي تشريع وما بدي تجريم. ما بدك بدي تشريع؟ انا في كتاب لكمال جنبلاط اسمه ادب الحياة، بتمنى الشباب اللي عم بيساهموا بتشريع. كيف عم بيساهموا بتشريع قصدك؟ يعني عم بيساهموا علنا، يعني يفكروا انه سهل تشريع اي امور شو ما كانت تحت عنوان الحريه، يرجعوا لكتاب ادب الحياه لكمال جنبلاط ويقروا. لانه في اشياء الحريه ما لازم يكون لها ضوابط،
بس الحرية لازم يكون لها معايير. أنا ضد ما بتزبط كلمة حرية وضابط. صح. ما بتزبط يا صح. حرية يا ضوابط. بس حرية لها معايير. المعايير الأساسية للحرية هي الأداب والأخلاق. أوكي. بس هون أنا بس اسمح لي ناقشك، لأنه مسألة الأداب والأخلاق هل هي متعلقة فقط بالمثليين أو هي متعلقة أبداً أبداً بكل متعلقة الناس. بكل الناس متعلقة بكل الناس. مشان هيك أنا عم أقول حياتهم الخاصة حرين فيها الشباب. ما حدا عم بيتعدى حياتهم الخاصة ولا بدنا نتعدى حياتهم الخاصة. عم تقول عن قصة الغرامات المالية لمن يخل بالأداب العامة. بالأداب العامة يعني ما في قصة الأداب العامة إخلال الأداب العامة بصير مثلا يمكن نحن هون بالمنطقة هيدا شيء، بمنطقة تانية بشوفوها شيء تاني. بتعرف لبنان عنده خصوصيات كتير أكيد، بس في أشياء بتكون كتير فلاجرانت، بتكون واضحة ويعني قدام العيان قديش حجمها مخل. يعني مثلا حفلة، مين بيحددها حفلة ما بدل النظر الطبيعي بيحددها. لا قصدي يعني مين بيحددها؟ انت عم بتقول انه غرامات مالية في قانون، ممكن تحطيها بالقانون، بتشيلي جريمة او عقوبة السجن وبتستبدليها بعقوبات مالية. حتى هني بالاداب العامي بلبنان اذا واحد عم بيبوس بنت، شاب عم بيبوس بنت على الطريق بيعتبروه مخل. ما انا هيدا اللي جاي لك، نحن بعد عنا قوانين ماشي انه اذا لابسه شورت، نحن بعد عنا قوانين كلها لازم تنلغى. ما تماما يعني كرمال هيك انا عم اقول لك، خصوصا الشورت بالصيف كمان بشوبوا شو بس المضحك كثير سخيفه. كرمال هيك انا عم اقول لك انه في قوانين بعدها هالقد قديمه. مشان هيك عم تقول لك انه بالجوهر وبالمبدا هيدا العنوان الأساسي، يعني أي حياة خاصة ما حدا قاله دخلي فيها. أي حياة عامة بالشارع وعلى الطرقات، حتى بالولايات المتحدة فيها حسب الولاية فيها نظر. تفضلي كيف تشوفي أهمية الفيدرالية. هلأ بنحكي فيها. بقى القانون لازم يلتزم بعدم الإخلال بالأداب العامة ووضع غرامات استعادة عن السجن. بدل السجن يكون في وضع غرامات للإخلال بالأداب العامة. حياتي الخاصة ما حدا له يتدخل فيها وما حدا له علاقة فيها. بدي أتوقف مع فصل الإعلان، من بعد الفصل الإعلان منكفي هذا النقاش. بدنا نحكي شوي عن مشروع حياد لبنان وين صار، لأنه بتذكر كان عنا حلقة سابقة نحن وياك كنت عم تحضر لمشروع عن حياد لبنان، بس أنه لبنان حضرنا اقتراح قانون كبير وبصدد طرحه قريبا. نعم، وغيره من المواضيع، بس فصل إعلان قصير ومنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع نائب من الحمرياش. صباح الخير. صباحية. هلكتينا في هذه الصباحية. أنت ما بتحب تجي الصباح مع هيك؟ ما كنت فضل أنا حلقة ثلاثة بعد الظهر. ايه. بس ما فينا نقلك لا. أهلا وسهلا فيك. طيب بدنا نحكي شوي عن مشروع حياد لبنان. شوفي مشروع حياد لبنان رح يصير اقتراح قانون قريبا. عم نشتغل عليه مع مجموعة رجال قانون وقضاة سابقين لتحويله لاقتراح قانون يتقدم على مجلس النواب، لأنه إعلان بعبدة منه مشروع حياد لبنان. إعلان بعبدة إشارة إلى نقي لبنان بنفسه عن المشاكل المحيطة فيه، بس ما بيأمن الاستقرار للبنان وبالتالي الازدهار. أهم عامل سياسي لازدهار أي بلد هو الاستقرار السياسي. استقرار سياسي مرق فيه لبنان لمدة 50 سنة مرة بتاريخه بزمن المتصرفية تبع جبل لبنان قبل ما يرجع يصير لبنان مثل ما هو اليوم. نحن أو إذا بدك أنا شخصيا مشروعي إعادة إحياء نظام المتصرفية بمعنى الحياد على مستوى كل لبنان. حماية دولية للبنان، رعاية دولية للبنان، لبنان دولة مستقرة واستقرار هذه الدولة يؤمن بالتالي الازدهار والأعمار. عصر النهضة بلش بلبنان بجبل لبنان بزمن المتصرفية بنتيجة الاستقرار. الاستقرار هو أهم عامل لتقدم الشعوب ولازدهارها. اليوم كل البحث بالمنطقة، الأمير محمد شو عم يبحث هلأ مثلا؟ كل همه يعمل استقرار، لأنه الاستقرار هو بيأمن الأعمار والازدهار. نعم.
صفر مشاكل بالمنطقة. نحن بدنا بلبنان صفر مشاكل، وحياد لبنان ينطبق عليه الحياد الفاعل. ليش؟ لأنه لبنان عنده دور رسولي، لازم يلعبوا مع أخوته ومع أهله بالمنطقة والناس الموجودين بالمنطقة. والدور الرسولي يحتم على لبنان أنه يلعب دور جنيف، دور الأسيتانا بالحوار بين السوريين، كانوا يروحوا على الأسيتانا وعلى جنيف، لا بده يروحوا لهونيك، بيجوا على لبنان. أي دولة بالعالم بدأت يعني الأوكران والروس فيهم يجوا يتحاوروا بلبنان. أوكي، بس هذا بيستدعي الدور استراتيجي للبنان. ممتاز، بس هذا بيستدعي أنه حياد لبنان إذا بدك عن ارتباطاته الخارجية. بتعرف أستاذ ملحم؟ كلها. أنه أنت مش عايش وحدك هون بلبنان، يعني هذا القانون، يعني هذا القانون. بس الدول فعلا الخارجية. يكون جدي وتمرق، بدك تروح تحكي مع حزب الله أولا. أكيد. كيف؟ أكيد أكيد. يعني نحن بس يصير اقتراح وعقيدته وارتباطاته ومشروعه لحزب الله، كيف بدك تعمل حياد لبنان؟ ليش حزب الله عامل حرب أبدية يعني ومش بس إسرائيل؟ هو عم بيقول عندي يعني حرب دفاعية. ايه؟ هو عم بيقول إنه أنا حرب دفاعية، منا حرب هجومية. حرب الدفاعية رح الحياد رح يحلها. مجرد إنه دول المجلس الأمن الدولي يقر حياد لبنان، ما بقى في داعي لحروب لحماية حدود لبنان. صارت اللبناني حامي حدوده بقرار دولي أكبر من قرار عادي، وأهلنا بجنوب وين ما كان، سواء كانوا حزب الله أو أمل أو قوات أو شو ما كانوا الناس، كلهم بيعيشوا بسلام وبحالة استقرار وازدهار وبيأسسوا لمستقبل أكبر. بس جاوبيني على شغلي، إذا شلنا الحياد من المشروع استراتيجي للبنان، شو هو البديل غير الهجرة؟ غير الهجرة شو عنا بديل؟ هلا نحن هلا مش شايفين غير الهجرة لسبب هي. لسبب لأنه مش بس حزب الله، يعني اليوم لا شو خاص، أنا كل القوى محمل مسؤولية فردية، إنه كل الأحزاب اليوم بلبنان من بين القوات اللبنانية عندها ارتباطات خارجية، ودائما كنا نحن نعيش على استحقاقات رئاسية ودستورية واللي بدك إياه على وقع الخارج، على وقع الاشتباك الخارجي. نحن هون لا مش دقيق كلامك، نحن عندنا صداقات وصداقات نفتخر فيها، وهن عندهم صداقات وبيفتخروا فيها وبيجاهروا علنا فيها. بس حياد لبنان ما بيلغي هيدي الصداقات، حياد لبنان بيخلي استثمار هيدي الصداقات يكون تحت سقف الاستقرار. مش طوباوي شوي الموضوع؟ لا مش طوباوي. نسبة لقراءة المشهد اللبناني في في حدا أمريكاني وقت طرحت عليه المشروع هيدا من 5 سنين يمكن، قال لي هيدا كلام طوباوي. فتحت له ملف المتصرفية وقت كان في رجل تاريخي بالعالم بالنمسا اسمه مترنيخ، تفاجأ مش سامع بالمتصرفية. كان لو طوباوي الكلام بقول لك هيدا نجربه، مش مجرب، بس اوريدي مجرب، مجرب وناجح وتجربة نجاحه. ممكن هيدي بعدين تحكي ساعتها بتغيير النظام بلبنان لنظام أفضل يرضي كل المكونات السياسية. طيب. والإثنية والثقافية. فهمت عليك أنه هيدا ممر لا إذا بدك إعادة القراءة بالنظام. أي شيء بدك تعمليه بده حياد منعا لتدخل الآخرين بشؤون لبنان. كيف بدك تعمله لهذا المشروع؟ واليوم بدأنا نسمع تعليقات على كلام ولي العهد محمد بن سلمان الأخير يلي طلع فيها المقابلة وقال مواقف وجدوا فيها بعض اللبنانيين والأحزاب اللبنانية أنه هي إذا بدك تغير بالمشهد العربي مع إسرائيل. شو خاص إذا نحن على حياد؟ أنه هن بيعتبروا أنه هن ما بدهم يكونوا ضمن هذا المشروع. حقهم. نحن منعتبر أنه نحن بخصومة مع إسرائيل، بعداوة مع إسرائيل تكون دقيق منشان بعض تعليقات بعض التفاهة. إيه نحن بعداوة مع إسرائيل إلى يوم تحل القضية الفلسطينية والفلسطينيين يحلوا قضيتهم هني، أو نقف وراء الفلسطينيين تكون دقيق أكثر بالسياسة بمشروعهم بدولتهم وبقضيتهم. نحن هيدا موقفنا، منشان هيك حيادنا ما في يكون حياد سلبي، حيادنا حياد فاعل. يعني لما بننشئ بلبنان وزارة للحوار، انت بتعرفي وقت بلشت الثورة طلعت مجموعة اصلاحات بالسرايا الحكومي، كان بعده الرئيس الحريري رئيس حكومي قبل ما اعلن استقالة الحكومة، من ضمنها حل الغاء وزارة الاعلام اذا بتتذكري.
اللي كان مشروعي وانا مقدمه لمجلس الوزراء. مزبوط. بس انا مش مقدم الغاء وزاره الاعلام بس. انت تحويله. الغاء وزاره الاعلام وتحويله. لا، وانشاء وزاره حوار مستقله. يعني نحن لما فينا نستضيف كل المختلفين، سواء ممكن يكونوا أرثوذكس وكاثوليك مختلفين على عيد الفصح، فينا نستضيفهم بلبنان يحلوا المشكل. كل الناس فينا نستضيفها بلبنان لتحكي بمشاكلها وتحلها، باستثناء الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه نحن طرف بهذا الصراع. نعم. هالقد نحن طرف بهذا الصراع. إذا الدول العربية بدها تعمل سلام مع إسرائيل، نحن آخر من يعمل هذا الشيء وما قدنا لنا مصلحة. يعني قصدي كيف بدك تحول لبنان لحياد فاعل وفي بعد هذه الإشكالية؟ يعني في إشكالية بالبلد أنه حزب الله والسلاح، هذه هي واحدة بتنحل. مجرد صار الحياد شو أنه شباب تبع حزب الله نادرين حالهم للحرب، يعني كل العمر بدهم يعيشوا مثل الناس. هذه قضيتهم وعقيدتهم. طيب استاذ ملحم، طبعا. يعني قصدي انه طبعا ما هي قضيتنا كمان. شو لبنان قضيه حزب واحد؟ قضيه كل اللبنانيين. القضيه الفلسطينيه قصدي؟ القضيه الفلسطينيه كمان نحن معنيين فيها كلبنانيين كلنا سوا، وهيدي قضيتنا مثل ما هي قضيتهم. بس قضيتنا وفق عدم وقف استعمال لبنان كحدود حرب بينهم وبين بيننا وبين اسرائيل. هن ما بوافقوك على هذا الموضوع. مشان هيك هيدي بدها نقاش. هيدي النقطة بدها نقاش. لأنه بدك شو بتناقشي بالسياسة؟ بتناقشي الأكلاف والأتمان. شو كلفة هيدا الحدود المفتوحة؟ وشو كلفة إقفال الحدود وتحييد لبنان مع بقاء الصراع بأشكال أخرى؟ نعم. وترك الفلسطينيين يقوموا بواجبهم. الشباب الفلسطيني بعتقد ما انه مقصر باللي عم يعمله ليجرب يبني دولته. ما هيك؟ نعم. طيب قبل ما تخلص حلقتنا، انتم بالعهد الجديد رح تفوتوا مع حزب الله، يعني طالما رح يكون في رئيس جمهوريه هو رح يكون تقاطع بين كل القوى السياسيه، ورح تتقاطعوا فيه مع كل القوى من بينهم حزب الله، يعني انتم رح تفوتوا على حكومه مع حزب الله. نحن اوريدي فتنا على الحكومه وكنا بس هلا قصدي خطابكم كثير على السقف هلا، يعني بملفات خاصه لها علاقه بالوضع السياسي. مش بالاداء الوزاري ولا بالاداء النيابي، بالإدارة النيابية والوزارية لشؤون الدولة والمؤسسات ونشاط المواطنين. نحن كتير في تفاعل بين النواب بين بعضهم البعض. هلا أنا مني كتير حاضر مجلس النواب. ليه؟ فيك تتكلي علي. بس ليه؟ في الشباب عم بيقوموا بالواجب أكتر من اللزوم. وبيقدروا النواب عم يتواصلوا مع بعض، وفي لجان في لجان بيكونوا كلهم مشاركين. صحيح. فيها يعني مش صحيح. وبالحكومه يعني ما تاخدينا كانه هيك ناس لا رفضيين. انا عم بسالكم لان خطابكم هلا خطاب الدكتور جعجع مع حزب الله هو عالي السقف جدا، وبشكل يوحي انه اليوم ان انقسام بهذا البلد انه ما في له علاج. لا لا، كله له علاج. الخطاب عالي بمواقف معينه مرتبطه بمواضيع محدده. مش انه مفتوح الخطاب هيك على عداوه مطلقه، بس الخصومه الطبيعيه. نحن ولا مره قلنا حزب الله مش لبنانيين، بس نحن بنعرف انه بيننا وبينهم في 180 درجه من الخلافات، او اذا بدك تكون اكثر لبنانيه بتعبيري فيها 180 درجه من الاختلافات. مش هيك؟ والاختلافات هيدي انت عم بتحاول تبسط. لا انا عم بحدد الصوره السياسيه، عم بعطيها ديفينيسيون، عم بعطيها تحديد وتوصيف واضح. هيدا واقع الحال. نعم. طيب انت مش موجود كتير بمجلس النواب، بس انت موجود بالمتن اكثر. بالمتن ايه على طول موجود، وهلا عم بعمل جلسات استماع. بعد عندي جلسه واحده لسنه 23 بالفريك الليلي لكل مكاتبنا بالمنطقه وكل يعني الاجهزه تبعنا بالمنطقه لنوقف على الوضع الانمائي والمعيشي ونشوف قديش فينا نساعد فيه. والانتخابات البلديه انتم كنتوا عم تحضروا لها؟ الانتخابات البلديه طبعا. هلا اذا مثلا مع انه ما بحب اقول اذا، بس اذا ما في رئاسه بقلك ما في بلديات. صعب يكون في بلديات، بس بذات الوقت اذا في بلديات نحن رح نكون حاضرين لها. اذا في رئاسه ورح نقدم طبعا في؟ رح نقدم في رح برأيك. أنا قلت لك بداية الحلقة هلا بدي أرجع أسمع منك. أنا بدي أختم الحلقة، بدي مثل هيد بدي كيف هيدا الختام. ما بدي أكمل لك عن البلدية. بلا أكيد. على البلديات بقول لك نحن عم نحضر دعمنا لأفضل
كفاءات بالبلديات بعيدا عن أوكار السرسرة والتفاهة. يعني الناس اللي بتلتهي هيك بشيء ما له إفادة نحن ما منفوت فيها هاللعبة أبدا كقوات لبنانية. نحن رح نحضر كفاءات أساسية بعيدا عن الانتماء المباشر السياسي، ولكن مع الانتماء إلى نشاط البلدات والقرى اللي عنا بالمتن بغير المتن، لنقدم الأفضل لقرانا وبلداتنا من كفاءاتنا اللي هي عالية جدا. اللبنانيين الموجودين اليوم بالقرى أو بالاغتراب كلهم مستقتلين أنه يضحوا في سبيل بلداتنا وقرانا. بتمنى يصير في رئيس جمهورية لنقدر نعمل انتخابات بلدية واختيارية. طيب. بما يتعلق برئاس الجمهورية معك وقت أنه إيه عم فكرت خلصنا. خلصنا بس أنه بآخر 5 دقائق من الحلقة. أنا بس بقول لك شغلي ما يتعلق برئاس الجمهورية، أنا شخصيا رغم أنه المعطيات هي إذا بدك منا ثابتة متحركة بشكل يومي وسريع، بس أنا متفائل أنه رح نوصل لرئيس جمهورية بتشرين. على أي أساس؟ شو ما كان الأساس رح يكون في دور دولي أساسي وضاغط للوصول لرئيس جمهورية. واللجنة الخماسية اليوم الكلام عن أنه هي متناغمة جدا في الوصول إلى تقاطع على رئيس الجمهورية. رح تنجح بتحقيق الأمل للبنانيين. كيف رح تنجح؟ خلص الوقت ما في. لا ما خلص. في خبرك بلا بدي اعرف كيف قصدك كيف رح تنجح. رح تنجح انه تخليكم تجتمعوا على رئيس. مش ضروري نجتمع، بنتقاطع اسم مثلا كلنا بدنا تنقول جوزيفين ديب، بتطلع جوزيفين ديب رئيس جمهوريه مع انك كاثوليك. انا وياك ما فينا رئيس جمهوريات. وبالتالي انه عم تقول انه من خلال المشاورات اللي عم يعملها هلا الموفد القطري وعوده لودريان، معلش خلينا بس معنا دقيقتين بهذا الموضوع، انه رح تتفقوا من خلالهم على تقاطع على راي جمهوريه، هيك؟ انا برايي هيك. ايه تقاطع توافق خماسي يؤمن تقاطع محلي على اسم. والثنائي اليوم الثنائي طالب يعني مقابل هذا الذهاب إلى خيار ثالث طالب مكافأة معنوية لأله. أنا برأيي كله لحظة التسوية بيوطي سقوفه من دون استثناء كل واحد، وأكيد ما حدا بيطلع زعلان، بس كله بيوطي سقوفه لأنه التسوية هي اتفاق الخاسرين مثل ما بيسميها صديقنا. نعم. رفيق خوري. تسوية بمكر التاريخ هي اتفاق الخاسرين. وبالتالي أنتم كخاسرين كلكم رح تروحوا. كلنا بدنا نقدم تنازلات لنوصل لحل. وأنتم شو التنازل اللي عم تقدموا؟ مش نحن أكتر من هيك تنازل شو ما نقدم. سحبنا ميشيل معوض حطينا مرشح تاني. مستعدين حتى المرشح الثاني نسحبه لأجل مرشح خيار ثالث. طيب ما بعد انتخاب رئيس جمهورية في كلام عن آليات دستورية يجب أن تعدل. صح. من أجل يعني تجنب الفراغ الرئاسي. صح. وقولوا في شيء أهم لازم ينحكى فيه هو الجمهورية بحد ذاتها. يعني رئيس الجمهورية المقبل سيفتح نقاش، لازم يفتح النقاش على مصراعيه والحوار على مصراعيه لأي لبنان نريد. تما نكرر أي مرة بيوصل البلد لتوازن سلبي يغرق في السلبية. بس في هيك مشروع موجود أنا بحسب ما المعطيات، يعني بدي أسمع رأيك أنه موجود هذا المشروع. يعني قصدي مشروع جديد للبلد؟ لا، المشروع النقاش حول آليات دستورية تجنب البلد هذا الفراغ يلي دايما والأزمات الموجودة. لا هذا بعد أفكار، لأنه المساس بالدستور شغلة دقيقة، مشان هيك بدها توافق وطني كبير. لأن الكلمة اللي ألقاها القطري بالأمم المتحدة كانت لافتة لجهة تضمينها أنه ضرورة البحث في آليات دستورية لمنع الفراغ الرئاسي، لمنع تجنب الدخول بأزمات، يعني هيك قصده بكل الأحوال. طيب على أمل أستاذ ملحم فعلا أنه نحن يعني على أمل أكثر من شغلي، على أمل أنه فعلا نشوف رئيس جمهورية لحتى الدخول بمسار النهوض والإصلاحات، لأنه اليوم في إصلاحات هيدا ما حكينا عنه بالموضوع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف، وهيك أنتم مع هذه الإصلاحات ومع تنفيذها حكما إعادة هيكلة المصارف؟ أكيد أكيد. كل ما يعني مع كل المشاريع، كل أي مشروع إصلاحي بيطور البلد وبيعزز قطاعاته الإنتاجية نحن معه.
الإصلاحات اللي محددين عنها، يعني الإصلاحات المعروفة هي أيدي النقاش. أيدي النقاش لا مش بالضرورة نحن مع التفاصيل وصندوق النقد بس أيدي النقاش بس مع المبدأ أكيد. إيه ما هون ما بقولوا الشيطان يكمن بالتفاصيل إيه طبعا. بس بكل الأحوال على أمل وحتى الزواج الاختياري عندما تطرحونه على الطاولة نحن عم نطرحه كحل مشكل كتير كبير. الزواج المدني الاختياري لكتير من الفئات الشبابية يلي بتضطر تسافر لخارج لبنان لتعقد زواجها، ولما بقول شبابية بقصد شباب وصبايا مش بس شباب. ايه طبعا بقى تما يفهموني غلط يعني. لا ما هو الزواج بلبنان لهلا انه شاب وصبية وبدنا اياه يضل هيك. أي زواج خارج عن إطار ما خلقه الله أكيد نحن مش رح نمشي فيه. طيب هذا كمان نقاش بس مش وهيدا نقاش نتمنى تعملي طاولة عليه. بتحب تفوت بنقاش من هذا النوع مع أشخاص هن اليوم بيلاقوا لازم يكونوا مختلفين، مش رح فوت بنقاش مع واحد بيحكي مثلي. لا يعني مختلفين أكيد طبعًا. يعني مختلفين رح لك كيف يعني هن مع أنه عدم تجريم المثلية وعدم وإعطائهم مزيد من حرية لمنع اضطهادهم، لأنه كمان صار في مرحلة اضطهاد بعدين. يعني نحن ضد الاضطهاد بس أنا عم بقول لك ما في أضبط الناس، ما فيك تضبط الناس لما بيكون في جو بهالشكل هيدا هيك فارض حاله خارج القوانين. الضابط الإيقاع للناس هو القوانين والأداب العامة، عرفتي كيف؟ ضابط القوانين لازم يكون الأداب العامة. مش أوكي أنا فهمت عليك. نتمنى بس ما نتمنى تفتحي نقاش. رح نفتح نقاش لأن الأداب العامة أنه يعني فيهم يكون اثنين مثليين هن كتير مهذبين وبيعملوا كل شيء بقلب بيتهم، فيهم يكونوا زلمة ومرة بيخلوا بالأداب العامة بالشارع يعني مثلا لأنه مطاطية كتير وهيدي بتحمل كتير بعدين. خلينا نفتح نقاش فيها. بتمنى خلص كارما تأمن لنا هالمنبر هيدا لفتح نقاش تفصيلي. منابرنا دائما مفتوحة ورح نحضر لهيك عن جد صح. حلقة سوا بنكون مع يعني شخص ومع ناس مختلفين معنا بالرأي يعني تنقدر نناقش معهم. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. شكرا مشاهدينا على المتابعة. ما تعيديها على بكرة بلاها على بكرة. ماشي الحال ما أنت في جلسات تنزلوا عليها الصبح كيف ليش أي ساعة بتوعى نزل بس من عنا بننام مأخرين ما نوع مأخرين شو بدنا نعمل. أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.